أهلا بيكم معانا في استكمالا عن المعابد المصرية وإزاي المعابد المصرية تطور شكلها وأصبحت بتاخد الشكل اللي احنا عارفينه. الحقيقة أقدم ظهور لمعبد بالشكل اللي احنا عارفينه كان في منطقة هيراقليوبوليس اللي هي حاليا معروفة بمنطقة ناخن اللي هي كوم الأحمر الكاب في أسوان. وأقدم شكل المعبد بيرجع لتقريبا 3500 قبل الميلاد، وكان المعبد بشكل كده بدائي خالص بيتكون، ده طبعا شكل تخيلي للمعبد المصري. هو عبارة عن فناء ريكتانجولر كده كورت وحواليه سور من عيدان النباتات اللي هي بنقول عليها ريدز، فانس اوف ريدز، وبنلاقي كده وودن بولز سواري للأعلام بيبقى عليها أعلام مختلفة، ممكن تكون الأعلام بتاعت الإقليم أو حاجات كده يعني. وفي النص بنلاقي بول عليها الاستاتيو بتاع فالكون اللي هو كان رمز لهذا المكان او لهذا الاقليم، لان حتى اسمها باليوناني هيراقليوبوليس يعني مدينه الصقر. بعد كده بنلاقي ان الاوبن كورت دوت بيؤدي لزي كده شراين، مكان صغير للعباده، وكان بيبقى فيه تمثال الاله الرئيسي. ده كان الشكل البدائي خالص للمعابد المصريه. So before talking about the temple and its construction, we should mention that the first shape of cultic temples in Egypt appeared in 3500 BC, and it dates back to where it was located in Hierakonpolis, now also known as Nekhen, Qom al-Ahmar, el-Kab Aswan Governorate. And it reveals the first shape, the primitive shape of temples. يعني a primitive shape of temples يعني الشكل البدائي خالص للمعابد. It consists of an open court surrounded with a fence of reeds. And in this open court, we can find the different wooden poles with different flags. And in the central one, we can find a wooden pole with the shape or the statue of God Horus, the symbol of Hierakonpolis, meaning the city of the falcon in Greek. The northern part of this court leads to a number of rectangular buildings or a shrine, where the statue of the god was found. طيب احنا برضو عايزين نقول ان this temple or the construction of the temple in Egypt وصل لذروته في فترة العصر الدولة الحديثة، وخصوصا في فترة أمنحوتب الثالث في الأسرة 18 ورمسيس الثاني في الأسرة 19. وأصبح المعبد بشكل كده بسيط ومبسط، بيتكون من ايه؟ من بايلون، من برجين، وبعد كده بيدي access للأوبن كورت، والأوبن كورت اللي هو الفناء المفتوح. الفناء المفتوح دوت بيؤدي بعد كده لبيلارد هول، بنقول عليها بالعربي رواق، أو منطقة كده فيها مجموعة من الأعمدة، وفي النهاية بتتنتهي بقدس الأقداس. الحقيقة إن المعابد سواء في مصر في عصر البطلمي والعصر الروماني استمر وجودها، واستمر بالعكس تطور شكلها وبنائها بشكل كبير جدا. Okay, so we can say that the construction of the temples in ancient Egypt reached its peak. يعني it reached its peak، وصل لذروته. Especially in the New Kingdom during the reign of Amenhotep III of the 18th dynasty and also Ramses II in the 19th dynasty. The Egyptian temple simply consists of a pylon, اللي هو الصرح، of two towers من برجين. And it gives access to the open court. يعني ايه open court؟ يعني مكان فناء من غير سقف، تمام؟ An open court, and the open court leads to a pillared hall. يعني ايه pillared hall؟ يعني بناء فيه او رواق، مكان فيه مجموعة من الأعمدة. And simply to the sanctuary of the temple. The Ptolemies as well as the Roman emperors will also came to follow the Egyptian tradition in constructing a temples. وعندنا طبعا and even the construction of the Egyptian temples developed and different features were added to the Egyptian temple during that time. الحقيقة كان بيتم دايما مراعاة جزئين أو نقطتين أساسيتين في بناء المعبد. أول حاجة إن المعبد كان بيبنى على جانب ضفاف نهر النيل، وعادة بيبقى بشكل متعامد، وعلشان كده الأورينتيشن بتاعة المعبد في هذه الفترة، في فترة عصر الأسرات، كانت شرق غرب. الموضوع دوت هيتغير شويه في العصر البطلمي زي ما هنشوف. بعد كده عندنا the ancient Egyptian usually chose a place with religious value. يعني عاده المكان اصلا كان بيذكر في النصوص ان هذا المكان هو مكان ولاده الالهه، او المكان اللي اتدفن فيه الالهه زي
مثلا يعني معبد مدينة هابو كان فيه ذكر لمدى قدسية هذا المكان، وإن المكان دوت هو مهبط ومكان الآلهة وهكذا. فإذا هو مش بيختار المكان كده هاب هازارد بشكل عشوائي، لا هو بيختار مكان ليه أصلا قدسية عند المصري القديم. So choosing the location of the temple depended on two main factors. يعني إيه factor؟ يعني عاملين. أول حاجة that the ancient Egyptians preferred to build their temples nearby the Nile Valley، بجانب نهر النيل. Usually perpendicular to the Nile Valley. يعني إيه perpendicular؟ يعني بشكل عمودي. And also the second factor that the ancient Egyptians usually chose a place with religious value to build their temples. So the place of the temple was usually described to be the place of the birth of the gods, the burial place of the gods, and so on. ده شكل المعبد أو شكل تخيلي للمعبد المصري. تعالوا كده نشوف إيه الأجزاء الروسية للمعبد. ادي كده شكل تخيلي، يعني حاجة كده 3D لشكل المعبد عشان نقدر نشوف ازاي الشكل كان متكامل. اول حاجة عندنا ذا كي، والكي دوت اللي هو مرسى السفن. ودايما كان زي ما بنقول، بما ان هو كان قريب من نهر النيل، كان بيبقى فيه مرسى كده للسفن لاستقبال السفن المختلفة اللي كانت بتيجي لزيارة الاله، فخصوصا اثناء الاحتفالات. So the first thing we meet in the Egyptian temples at the key welcomed the voyages, the Nile voyages from all over Egypt, who came specially to celebrate the different festivals of the temple. And how can be in order to attend by the common people to attend the different festivals of the temple. عندنا زلي عندنا الكي بتاع الكرنك. الحقيقة احنا عندنا في سين كده موجود في مقبرة نفرحتب في منطقة الجورنة في طيبة، منظر للكي أو المرسى اللي كان دايما بيبقى موجود في المعابد المصرية. So we have the key of the Karnak or key at Karnak temple, and this was pictorially represented. يعني تم تصويره this key in the tomb of Neferhotep in Gorna, western bank of Thebes. ادي هو مرسى السفن، هو يعني طبعا ده شكل تخيلي يعني، وهو كده وبيستقبل الايه الفوياجز. تاني حاجه عندنا الافينيو اوف ذا سفينكس. الافينيو اوف ذا سفينكس هو المكان اللي كان بيستقبل فيه المواكب المقدسه او المراكب المواكب الالهيه المقدسه. كان بيبقى فيها كده ايه التمثال الاله بيطلع للعامه والناس بتشوفه. والافينيو اوف ذا سفينكس هو عبارة عن طريق على جانبيه مجموعة من التماثيل أبو الهول. طبعا أبو الهول كان رمز للحماية في مصر القديمة، وعندنا أشكال مختلفة في الفن المصري القديم لأبو الهول. وهذا الطريق كان بيسمى في النصوص بوات نثر. وات معناها طريق، ونثر معناها إله، فهو طريق الإله. اوكي، يبقى after reaching the key of the temple we enter after that the avenue of the sphinx. It was the place where we can find the sacred bark of the god being watched by the audience, by the common people. إن المواكب الإلهية بتطلع من قدس الأقداس للأفينيو أوف ذا سفينكس أثناء رحلاتها المختلفة وأعيادها المختلفة to be watched by the audience. What is the meaning of an avenue of the sphinx? It's a pathway flanked with both sides or on both sides with number of statues of the sphinx. With number of the statues of the sphinx. And we have different types of sphinxes in the ancient Egyptian art. This avenue of the sphinx was called Wat Nether. Wat meaning way and Nether meaning god. So Wat Nether is the god's way. ادي اهوت منظر مثلا from the avenue of the sphinx in Luxor temple which was recently inaugurated. دوت منظر لطريق ابو الهول، ودوت احنا لقينا في الاقصر وتم افتتاحه بشكل مؤخر. يعني احنا برضو في بعض الاحيان الافينيو اوف ذا سفينكس اطلق عليه تاميت رهنت، معناه ذا افينيو اوف ذا سفينكس، بات ذا سفينكس هنا از هافينج ذا رام هيد، الطريق اللي هو بنقول عليه بالعربي طريق الكباش، زي طريق الكباش الواصل ما بين معبدي الكرنك والاقصر. وطبعا الكبش بالقرون الملتويه ده كان يعتبر رمز من رموز الاله امون المصري، احد اشهر الالهه المصريه واللي خدت شهره خاصه في عصر الدوله الحديثه الوسطى والحديث. So the names of the avenue of the Sphinx also it was in addition to Wat Nefer, it was also sometimes called Ta-Mit Rehenet, meaning the avenue of the Sphinx.
such as that one in Karnak Temple. It's flanked with Sphinx, but taking the shape or taking the head of the ram. This is the Avenue of the Sphinx in Karnak, connecting between Karnak and Luxor Temple. شايفين حاجة يعني ايه عظيمة. تمام، ادي هو الطريق نفسه اللي كان بيصير فيه المواكب اللي هو الـ Sacred Park of the Statue of the God. تمام، خلاص خلصنا الكي وخلصنا بعد كده الـ Avenue of the Sphinx. هنقف بقى قدام ايه؟ قدام البايلون نفسه. ادي البايلون اهو. تمام، اوكي. وعادة البايلون هو بيتكون من صرحين متطابقين، والصرحين بيبقى فيهم سلالم بتدخل جوه البايلون نفسه، لان في بعض الطلبه يعني بيبقوا فاكرين ان البايلون دوت هو بناء مصمت. هو لا، مش بناء مصمت ولا حاجه، هو داخله بيبقى فيه حجرات، وعلى الجانبين بنلاقي كده فتحات لوضع الاعلام المختلفه. ودايما من التراديشنال سينز اللي احنا بنلاقيها اللي هو المنظر بتاع سمايتنج ايه الانيميز، لان هو دوت يعتبر منظر يعني للدعاية السياسية للملك. بالإضافة لكده إن إحنا عندنا تمثالين، أو تمثال هنا يمين وشمال للملك، في بعض الأحيان بيصل عددهم لأربعة، وفي بعض الأحيان الأخرى بيصل عددهم لست تماثيل. بالإضافة طبعا للمسلة، وبيبقى عادة فيه مسلتين قدام الصرح. والمسلة زي ما إحنا عارفين هي كانت مرتبطة بالعقيدة الشمسية، وكان اسمها تخن، وكانت بتصنع من قطعة واحدة. عندنا المسلة الناقصة في منطقة أسوان، من الأماكن اللي هتشرح فيها المسلة بشكل كبير جدا. So after reaching or after passing from the avenue of the Sphinx, we face the pylon. The pylon is the it was called in the ancient Egyptian language as Behemet or Ruti Werti, and it consists of two identical towers. Two identical towers. The lower part of the pylon, the external facade, is usually decorated with the shape of the king smiting the enemy. يعني smiting the enemy يعني إن هو بيقمع الأعداء. At the type of political propaganda. The upper part of the external facade usually is decorated with offering scenes. We can find here also flag poles, okay, recesses, usually two here and two here, for recesses, openings for preserving the flags, which were placed especially during the festivals. And also in front of the pylon, you can find royal statues, sometimes two and sometimes reaching the number six. And you can find also two obelisks, which were clearly relevant to the sun cult of God Ra, and they were called in the ancient Egyptian language as Tekhen. Okay. The uncompleted obelisk in Aswan is a very important place where you can describe as a tour guide what is the obelisk and what is the how was the obelisk constructed and so on. ادي البايلون بخنت الروتي ورتي. ادي شكل برضو للبايلونز. وادي اشكال كتيره جدا بقى للبايلونز عندنا، سواء البايلون اوف الكرنك، the first pylon of Luxor, the first pylon of Ramses II or Abu Sid مدينة هابو, the pylon of Khonsu, the pylon of Edfu, the pylon of Phila. ادي اشكال البايلونز مرورا من العصر الاسرات حتى العصر الماني روماني، ما اختلفش شكلها. they are two towers, two identical towers. ادي الفلاج بولز اهي شايفينها. to preserve the different there are four recesses as we said to preserve the different flags. okay. والرويال ستاتيوز اهي. تمام، ادي اشكال الرويال ستاتيوز. the royal statues were sometimes representing the king seated or in standing pose. بتتنوعت في بعض الاحيان كده وبعض الاحيان كده. ادي مثلا الستاتيوز، the royal statues of Ramses II in Luxor temple. حاجة يعني طبعا حاجة في منتهى العظمة ومنتهى الابداع. تم استبدالها. the royal statues were replaced during the Greek-Roman period with divine statues. بستاتيوز بتصور الاله نفسه بتاع ايه المعبد. دوت موجود في معبد مثلا ادفو. ادي ما احنا الاوبلسك التخن. وعندنا ادي مثلا for example this obelisk from Luxor temple. بعد كده عندنا الopen court. الحقيقة الopen court it was called in the ancient Egyptian language as waba.
اوبن كورت بتاعت مثلا امل الخطوب اهي في لوكسور تمبل، وهي عاده بتبقى فناء مفتوح بيحط حواليه كده كولونتس يعني او روز اوف كولومز فروم ذا ثري سايدز. اوكي، ودي كانت عاده بيسمح للعامه فيها ان هم بيحضروا الاحتفالات الدينيه المختلفه، ويعتبر هو الترانزيشنال بارت. يعني ايه ترانزيشنال بارت؟ اللي هي المنطقه اللي يتم فيها الربط فيها ما بين العامه وما بين الاجزاء الداخليه للمعبد. So the open court, it's yeah, the open court was the place which where the common people could attend the ceremonies of the different religious festivals such as the Hatshepsut festival, and it was called in the ancient Egyptian language as Weba. Here we can find an example of the open court of Amenhotep III in Luxor Temple. And this is also the open court of Edfu Temple. خلاص، ده ال internal part، ده ال internal facade of the pylon اهو with different religious scenes, offering scenes. This is a sign of the Rifit bird، خلاص، representing the common people، and it was found usually in the open courts of the temple. خلاص، يبقى احنا خلصنا the key, the avenue of the sphinx, the pylon, the court، وبعد كده هنبدأ ندخل ايه في ال hypostyle hole. بدأت المساحة عندنا تقل، بدأت الأرضية بتاعة المعبد ترتفع، بدأ يبقى في مجموعة من الأعمدة وهي اسمها وسخة خنتي. وسخنت معناها الهول، وخنتي معناها المتقدمة، هي الغرفة المتقدمة، وعادة بيبقى فيها زي ما بنقول مجموعة من الأعمدة، بيبقى فيها عادة سيمترية خصوصا في المعابد بتاعة عصر الأسرات أو العصر الفرعوني. لكن السيمترية دي ما كانتش موجودة قوي في المعابد المصرية اللي بترجع للعصر اليوناني الروماني. تمام؟ So the first hypostyle hole, which was called in the ancient Egyptian language as Wesachet Khenti. This is the hypostyle hole of Amenhotep III in Luxor Temple, having different rows of columns. And as we can find, the floor is higher. The floor of the temple becomes higher. The size or the area of the temple itself of the room decreases. In order to give a sort of hollowness، علشان يعطي جو أو يطفي جو من إيه؟ من ال hollowness. The first hypostyle hole here in Karnak Temple، نقول عليها بهو الأعمدة. وأدي ال hypostyle hole ال pronouns of Edfu. دايما بنقول إن ال hypostyle hole في العصر اليوناني الروماني أصبح اسمها أو مجازا كانت بتعرف باسم pronouns، وعادة بيبقى ليها سقف أهي. So the hypostyle hole during the Ptolemaic and Roman times in the Egyptian temples was called pronaos. Pro means the frontal and naos is sanctuary. So it's the frontal part or the room in front of the sanctuary. It was usually having a ceiling. Okay, and it's also smaller in size than the open court. طبعا ما ننساش نتكلم على there was a diversity in the shape of the columns in the Egyptian temples. هو الحتحرك كولوم، اللوتي فورم، الكومبوزايد، وأصبح التنوع دوت وصل لذروته خصوصا في العصر اليوناني الروماني. أشكال طبعا مختلفة، البالم كولومز، لوتس كلاستر كولومز، بابايري كومبوزايد أهو، الأوزايرن طبعا بيلر هنشوفه في الدير البحري، الحتحرك كولومز، يعني في منتهى الإيه العظمة. And as we said, the first hypostyle hole was called in the Ptolemaic and Roman times as pronaos and usually having a ceiling. ادي شكل مثلا البروناوس بتاع ادفو. خلاص، وفيها حاجة مهمة جدا هنقولها في العمارة، ادي السكرين وولز او الكيرتن وولز. ايه هي السكرين وولز او الكيرتن وولز؟ هي عبارة عن حوائط الستائر متصل ما بين الأعمدة تقريبا لمنتصفها. So we have here the curtain walls to the height of the half of the columns and they are adorned with different shapes of offering scenes. بعد كده خلاص خلصنا the key, the avenue of the sphinx, the pylon, the open court, the first hypostyle hole. Okay. بعد كده the hall of appearance أو the hall of festival، صالة الإيه؟ الاحتفالات أو صالة الظهور. وسخة خاعو، خاعو معناها الظهور. وسخة حبو، حبو it's the plural of حب معناها festival. So هنعرف ايه من اسمها؟ هنعرف ان من اسمها ان هي مكان لإقامة الاحتفالات المختلفة، علشان كده دايما المناظر هنا بتاخد الطابع الديني اكتر. او وسخة خعو معناها قاعة الاشراق.
ليه بيقولوا عليها قاعة الإشراق؟ لأن من هذه القاع بيشرق تمثال الإله من خلال في قدس الأقداس بتاعه، بنقدر نشوف تمثال الإله واحنا واقفين هنا. So the hall of appearance وسخة خعو، or the hall of festivals وسخة حبوب، was the place where we can see clearly see the statue of the god from his sanctuary. This is number one. And it was also the place where the different festivals were celebrated. The size of the festival, the hall of festival and the hall of appearance was larger or smaller than the hall, the first hypostyle hall. It was smaller. Though the size of the different parts أو المساحة بتاعة الأجزاء المعمارية بتاعة المعبد بتقل تدريجياً. They gradually decrease to the inner parts of the temple to be smaller in size, to give more hollowness, to be darker and so on. الأوفرينج هول وسخة حتبو، دي الأوضة اللي بعدها على طول. والأوفرينج هول حتبو معناها offerings، قرابين. Where the different offerings were presented to the deities of the king, and therefore the walls are usually decorated with scenes of offerings. وعندنا في الآخر حاجة اسمها central hall، وسخة حربيب أو وسخة passages، hall of the Aeneid، صالة التسوع أو الصالة الوسطى. وصالة التسوع أو الصالة الوسطى هي اللي بتربط صالة القرابين المختلفة بقدس الأقداس، وتعتبر من الصلاه المهمه جدا، وتعتبر حلقه الوصل ما بين الاجزاء الخارجيه اللي يقدر الناس يعني يدخلوها، وما بين بقى الاجزاء الاكثر قدسيه في المعبد. وفي النهايه طبعا عندنا السانكتوري ساتورت، او بالعربي قدس الاقداس، هولي اوف ذا هوليز. جسر معناها هولي، جسرو الاقداس، فهو اقدس، اقدس الاقداس، اقدس المقدسين. تمام، اشاره ان هو اقدس جزء في المعبد. As for example, this is the sanctuary of Edfu Temple, including the sacred bark, which was used during the different festivals. And this is the naos, where the statue of the god was placed. Okay, and this is the most sacred part in the temple. This is the temple, the sanctuary of Isis Temple in Phila. خلاص, we are here standing in the hall of Passaget, خلاص, or the hall of the Aeneid, or وسخة حربيب, يعني the central hall. Other parts of the temple. إحنا عندنا other parts of the temple. زي عندنا طبعا قاعات وحجرات كان بيتم فيها تخزين ال tools المختلفة، الأدوات الطقسية المختلفة. وعندنا subsidiary gateways اللي هي السباق، لأن الأبواب الرئيسية بتاعت المعبد ما كانتش بتتفتح بشكل كده على طول، وتسهيلا لدخول وخروج الكهنة، فكان دايما بيبقى فيه أبواب جانبية للمعبد عشان يقدروا يدخلوا ويخرجوا بسهولة شوية. So we have other parts of the Egyptian temple, such as a subsidiary gateway, Seba, which were used by the priests during the daily life activities. And also we have storerooms for the temple to preserve the tools, the clothes, the festivals of the temple. طبعا عندنا Sacred Lake. والSacred Lake ظهر فيها طبعا opinions مختلفة. في ناس بتقول إن هي بتمثل the primordial water from which the world was created. احنا عندنا اشكال مختلفة. طبعا احنا عندنا ساكريت ليك بتاعت الكرنك هي الوحيدة اللي ما زالت بتحتفظ بشكلها، بالاضافة للساكريت ليك بتاعت دندرة. وفي الفور كورنرز كان في سلالم بتساعد على تنظيف الساكريت ليك نفسها. ادي بتاعت دندرة بالكرنك، هي this is the sacred lake of Karnak and it was thought that it represent the primordial water from which the world was created. And it was used, the waters were used for the daily life activities of the priest and also the rituals. كانت بتستخدم في الطقوس. أي طقس في مصر محتاج أكيد طبعا مياه، والكهنة نفسهم محتاجين مياه في حياتهم اليومية. This is the sacred lake of Dandara. And you can find here the staircases leading to the inner parts of the sacred lake in order to facilitate cleaning the place. طبعا في النهاية المعبد كله كان بيتم تحسينه أو حطه بإنكلوجر وول، وعادة الإنكلوجر وول بتاخد كده الشكل الويفي ده، موجود مثلا في المعبد بتاع دير المدينة اللي بيرجع للعصر البطلمي. وفي ناس قالت إن هو بيمثل كده إيه، النمو أو اللي هو المياه الأزلية يعني. So there was an enclosure wall surrounding the main complex of the temple during the dynastic times in Egypt. And it was sometimes representing the Nenu sign, the primordial waters. دي كانت الأجزاء
الأساسية للمعبد المصري في العصر اللي عصر الأسرات، وبعد كده هيتطور شكل المعبد المصري في العصر اليوناني الروماني زي ما هنشوف مع بعض.